تعالى مع حضرتك كده نروح نشوف يعني كاميرا الأشواق كانت موجودة في افتتاح مركز شباب الجزيرة وأكاديمية النادي الأهلي في مركز شباب الجزيرة. فرق مركز شباب الجزيرة ده صرح طبعا من ضمن الفروع الأكاديمية. طبعا بشكر طبعا مجلس الإدارة بكابتن الخطيب طبعا وبشكر طبعا سيادة الوزير دكتور أشرف صبحي برضو وزير شباب الرياضة سبب اختيار مركز شباب الجزيرة ان احنا كنا بنبص حاجة برضو في وسط البلد. احنا كنا في مكان في الجيزة في أكاديمية النادي الأهلي في السعودية بس حاولنا نشوف برضو حاجة أحسن وأفضل. طليق باسم النادي الأهلي وكان النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي فكان بفضل الله ان احنا اختيار مركز شباب الجزيرة. كان حاولنا كتير بقالنا 6 سنين بس الحمد لله الحلم السنة اتحقق بفضل الله بتسهيلات طبعا مجلس إدارة ومدير جهاز الأكاديمية طبعا كابتن شطة بس في كابتن شطه طبعا ووزاره الشباب والرياضه بصراحه كان لهم دور كبير برضو في مساعدتنا في اختيار المكان والحمد لله الحمد لله احنا يعني ماشيين كويس قوي بفضل الله. اولا مش عايز اقول لك طبعا ان هتجن الجواب انا عن طريق النادي الاهلي والحمد لله قدرنا ننسق مع اداره المركز وقدرنا نزيل كافه الصعاب اللي كانت بتقدم من خلال اي ادارات سابقه في مراكز الشباب والحمد لله طبعا كفايه اسم النادي الاهلي ده يشرف اي مكان واحنا خاصه كمراكز الشباب لا بالعكس عشان مركز شباب الجزيره نتمنى باذن الله كنت منسق مع الكابتن شطه حاليا اللي احنا نفتح في العديد من مراكز الشباب يمكن ممكن نوصل ل 20 30 مركز شباب على الاقل باذن الله الفتره القادمه. أنا سعيد جدا إن النادي الأهلي موجود هنا وده فخر لينا فعلا وشرف لينا كمركز شباب الجزيرة النادي الأهلي يعمل أكاديميته هنا تحت قيادة الكابتن شطة والأخوة الموجودين كلهم بالكامل فده فخر لينا فعلا ودي فرصة بالنسبة لنا في مجموعة أكاديميات تانية موجودة يعني فخر لينا نكون النادي الأهلي يعمل أكاديميته هنا. هناك إقبال كبير جدا خاصة على مدرسة النادي الأهلي وعلى أكاديميات النادي الأهلي وإحنا كإدارة بنقعد بنتكلم في الأمور دي يعني بنتكلم مع كابتن محمود الخطيب فيها إنه أفكارنا لابد إنها تواكب العصر وبالتالي في أي مشروع بنقدمه بيلقى القبول. عايزين نزود عدد المدارس، عايزين نزود عدد الفرق، عايزين نزود عدد الأماكن اللي بينتشر فيها النادي الأهلي، النادي الأهلي بدأ دلوقتي يعني الخطة بتاعتنا إنه لابد إن يكون في أكاديميات في جميع مناطق مصر باسم النادي الأهلي. ليه؟ لأنه المواهب مش بس في القاهرة، مش بس في محيط النادي الأهلي. إحنا شفنا مواهب كتيرة جدا في النادي الأهلي من أنحاء الجمهورية، وبالتالي ففتحنا كتير. وما زلنا وسنظل نبحث عن أماكن جديدة للاستثمار في الأكاديميات ولتنشئة الأكاديميات.